السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. Thank you.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أخوكم الرقيب الأول عبد الله محمد، تركي سابق تابع للسلم بشوي 512، ترك وطني منشق على نظام الجنرالات الطغاة فاسدين الناس اللي تسرق، شقينا عليهم. خاوتي اليوم جايين نوصل لكم نفصل لكم ونشرح لكم على الشيء اللي شفتوه اليوم في الفيديو تاع صباح تاع المروحية. اليوم راني بارطاجيت معاكم، شاركت معاكم طلعة جوية مع أنها مدة قصيرة على طيران في مدينة فوق مدينة بير العتل فوق مستودعات التهريب، بعض مستودعات التهريب. هذا كل شيء اللي شفتوه راهو نسبة تاع 1.5% برك، ما هيش حاجة كبيرة. هذيك اللي شفتوها راكم شفتوا 1.5% من الشيء اللي كنا نشوفوه بصفة يومية. اليوم قلت نبارطاجي معكم هذوك التجربة باش تشوفوا، مش باش تشوفوا المهربين، خاطش الآخر السوجي هذا تاع المهربين وتاع البارونات هذا راهو موضوع آخر. اليوم جيت نهضر على الكيل بمكيالين عند الضباط تاع الدرك الوطني. معناتها هذاك الشيء اللي شفتوه راهو بعيد على تكانة تاع الوحدة التامنة لوحدات حرس الحدود، مجموعة التامنة لوحدات حرس الحدود بعيد عليها 5 مترات. معناتها الحارس كيطلع للقريطة كيرقب على من يرقب، يرقب على المستودعات تاع التهريب. هذه واحدة. الزوجة كنا احنا نوصلوا تماك كما كنتوا تشوفوا تماك، في نفس الوقت لو كان دخلت لكم الصوت تسمعوا فينا نعيطوا للوحدات الإقليمية، تعيط للفرقة الإقليمية للدرك الوطني ولا الكتيبة تاع بير العاتر ولا وحدة تاع لا ريشيرش، وحدة المباحث، ولا كنا نعيطوا للسواعق، نعيطوا لهم نقولوا مرواحوا جدوا تشوفوا راه كاين تهريب، راه كاين نشاط تاع تهريب، راه كاين مازوط راهم يخدموا فيه منا. ما يجوش. الحاجة الأولى كانوا اليامات الأولى كانوا يريبوندي ويجي ويقعد بعيد بواحد 2 كيلو 3 كيلو يقول لك غادي قايسوني، غادي يكسروا لي الطوموبيل، راهم بزاف. ومن بعد هما في نفس الوقت يعيطوا للبارونات يقول لهم تجمعوا لايموا الغاشي وديروا الفوضى عند الباب تاع المستودع الفلاني، راه مروحيه راهي شافتكم وراهي لونساتكم وراهي تعيط لنا باش نجوا. واش يديروا؟ يعيطوا في التليفون من تحت لتحت البارون مولشي واش يدير؟ عنده 400000 ولا 500000 ما كي والو، يعيط لجماعه في قهاوي قال جماعه خرجوا وي يركبهم في الطوموبيلات يجيبهم يديروا الفوضى تما كيوقفوا عند الباب تاع المرآب هذاك تاعه، يمد لهم 400000 ولا 300000 للواحد، يديروا هذاك الحس تاع 2 سوايع ولا 3 سوايع. ومن بعد الناس تتفركت، المروحيه تروح تولي للمطار، الفرقه يعاودوا يدخلوا لديارهم، المهرب يخلص هذوك الجماعه يروحوا. تجي اصلا هي عروشيه تما. احنا الموضوع تاعنا اليوم ماهوش البارونات، موضوع الكيل بمكيالين عند هذوك الضباط. هذوك الضباط نفسهم اللي ياكلوا تماك ويشربوا تماك وكلش غدوه كيروح لمنطقه اخرى، قال يروح لجيجل يخدم، غدوه يروح لتيارت، يروح للبوسعادة، يروح للبيض، يروح الوهران، يروح المعسكر، يولي ينفذ الطاقة القانون. شغل راه ينفذ في القانون على في سويسرا، واحد مسكين داير شانة يبيع في الخضره ارفد، واحد زاد حيط ولا باغي يبني حيط فوضاوي مسكين ساكن يهدموا له الدار، تسخيرة تاع القضاء ينفذها. شغل راه ينفذ في شغل تشوفه هو وتشوف الجندي الاسرائيلي غير كيف كيف، تقول هذا سبحان الله تقول ماشي يخدم بنا مع ابني عمه، راه يخدم مع شعب واحد اخر. علاه ما تنفذش القانون في بير العاتر السي محمد؟ علاه مين تكونوا حاطين الباراش في بير العاتر ويفوت مهرب يفوت كاتريام سانكيام يفوت عليكم في الباراش تجبدوه وتخلوه يفوت؟ علاه ما تلحقوش للدار وتجيبوه وقال هذا واخترق القانون؟ خاطش كالين معاه، خاطش معمر لك جيبك ومعمر لك فمك، خاطش كاسي لك ولادك، خاطش مخلص عليك الكريه، خاطرش شاري لك طوموبيل، خاطرش داير لك كونت في السي سي بي، خاطرش داخل معاه بالنص. راك تسمع كومودو تاع لا ريشيرش تاع تبسه زوبير ونشاف شكون اللي معاه، وكان قبله هو حميده والساكر، هادو كل كانوا كاليين وكانوا شاربين مع عند المهربين وكان لاباس بهم. هذا اللي كنتو تسمعوا فيه دروك هذا لونيسي حميد. لونيسي حميد كانت كي تطير ليليكو كي تقلع من متبسه كان يعيط، جبد التليفون يعيط للبارونات قال دير بوز تاع 2 سوايع ولا 3 سوايع راهي كاينه ليليكو راهي دايره باتروي جهتكم. وحنا انا واحد من الناس، انا كي شفت مره وشفت زوج وشفت ثلاثه انا طلبت منكم قلت لكم اودي ميتوني انا مانيش قادر نخدم انا هذه الخدمه هذه تاع كل يوم نروح نصور غي ونجي، مانيش انا مخرج تاع هوليود انا نصور لكم انا التهريب تاعكم، نصور لكم صوالحكم وبعد تديهم تقيسهم في الارشيف. لا انا يا نخرج نصور
ونعيطوا وتجو وتسيزوا فيها وفي الخير. انا الا شنو نخرج كل يوم نشوف هاك ونغم قلبي ونغم روحي انايا وشغل راني كيما هاك راني متواطئ بصفه مباشره ولا بغير مباشره هاك راني متواطئ معاكم خويا. انا مانيش ماينش راعي للفساد. انا نصور صح وانا كنت في الجزائر كنت باغي ننشرهم في الجزائر كنت باغي نقيسهم في الفيسبوك. من بعد بالعقل بالعقل درنا ديسيزيون وخرجنا واليوم غادي ان شاء الله نديروا لكم روبورتاج شباب خاوتي وتتفرجوا واش كان راه صاري واش راه صاري دروك تماك في بير العاتر. راه كيقول لك اودي دي فوا يخرجوا لك ضباط راهم قتلونا 4 عسكر راهم قتلونا 5 عسكر سي نورمال. الضباط على الجدرميه تاع حرس الحدود اللي راهم تماك في بير العاتر وحتى المزاره وحتى المزاره وطلع حتى الونزه محلولين مفتوحين. كي يكون مفتوح سي نورمال هو دوك يهرب وهو ما راه متواطئين في التهريب. ما يقولكش ما يكذبش عليك يقولك راني حارب في الارهاب. صح تحارب في الارهاب انت تحارب في الارهاب والحدود اللي محلوله داخلين خارجين. رانا متحدين مع ليبيا سي محمد رانا مع ليبيا. ليبيا راهي ميليشيات انا مصير جي هذوك السيارات اللي كنا نصوروا فيهم هذوك الهيليكس دوبل بون هذوك اصلهم ليبي داخلين من ليبيا. هيليكس دوبل بون ايسونس ايسونس دوبل بون ناقة هذيك راهي ايسونس هم يدخلوا فيها من بير العاتر ما تحكمهاش انت في الطريق. كيما دخل لك هيليكس دوبل بون ويدخل لك مش عارف انا السيارات اللي راهم يدخلوا من تما يدخل لك كرتوش يدخل لك كلاش يدخل لك جيت خنشله. انتم على بالكم باللي حدود تاع خنشله مع الحدود الجزائريه مع ليبيا تونس كاين الكلاش الكلاش راه يدخل ويخرج كاين ناس عندها الكلاش في الدار. وهادوك غدوه بعيد الشر هادوك الناس هادوك اللي يتهرب هادوك ما نطعنش في خاوتي هادوك الناس هاي تسترزق تماك مالغري غير قانونيه وتهريب وكل شويه تسترزق عند البارونات بصح غدوه مساكين قادر يردهم ميليشيات هادوك. جي اصلا ما عندكمش السياده على بير العاتر نتوما ما كانش واحد فيكم يقدر يحرر مخالفه تاع سير الواحد في بير العاتر ما تقدروش والله ما تقدروا. هادوك غدوه ينجموا يردوهم لكم ميليشيات والله ما تدخل بير العاتر قسم لك بالله ما تدخل بير العاتر. ديجا نتوما راكم قاعدين في بير العاتر راكم قاعدين كي الوليات انت تخاف باش تخرج بالكومبا وكاش ما تصرى لك حاجه ولا يقتلوك نورمال تموت عادي. بير العاتر ما عندكمش سياده عليها خاوتي باش نكونوا في الصوره. بير العاتر وكاين واحد المناطق في تبسه ما تقدروش تدخلوهم كوم يدخلها شرون فورم كبير ويديروا معاكم وتهضروا مع الاعيان تاع ديك المنطقه ما تدخلوش. احنا كنا نصوروا من الفوق ما صابوك كنا صابوك كيفاش يهبطوا لي ليكم كنا نبغاو يهبطوها ما تزيدش طير فوق الحواش تاعنا غير داروا معاكم وضاربين النح. ما عندكمش سياده واحد المناطق في الجزائر انا خدمتهم مناطق في الجزائر والله ما عندكم سياده عليها. وجايين انا هنا تقول منا ومن هيك وانا جاي ما نهضرش خير جايين حاكمين كيما دوك الصحافه مساكين وجماعه امير وكل شيء استرجلتوا وتحكموا فيهم ودخلوا فيهم ومانيش عارف انا واش. روح شوف البلايصه اللي راك فيهم عريان راك عريان في البلايصه راك عريان روح استر روحك كيما بير العاتر راك عريان روح استر روحك في بير العاتر. من بعد عاده روح كم واحد كيما مش عارف انا مانيش نتبع في السياسه ولا حاجه كاين ناس مساكين كاع خاطيهم حكمتهم دخلتهم في الحباس. العسكر اللي راكم ناشرينه تمك في تبسه قد ما تديروا به حرب ايوا الحدود محلوله دخل وخرج ومنا. ونقول لكم واحد الحاجه انا على هدرت خاطرش البلايص هادو الله لهم فيها وقعين فيهم التهريب هادوك مواد مدعمه هذيك ما معناتها الدوله تشري فيهم بسومه وتبيع فيهم للمواطن بالخساره كيما ليسونس كيما الحديد كيما المواد الغذائيه العامه كيما الفارينه كيما هذيك دوله يتشري فيهم بالعمله الصعبه وتعاود تبيعهم للجزائريين تبيعهم لهم بالخساره. نتوما راكم دايرين من موراهم درام وانتوما متواطئين معاهم نتوما راكم كاينين معاهم بورسونتاج. انا على هذا الشيء راني نهضر. انا لو كان جات قال نصنعوا حاجه وندوا فيها لتونس نبيعوا فيها لتونس نبيع فيها خويا بالكابا وكل شيء ربي يقدرك خويا والله ما نهضر ما نحل فمي ما والو. بصح الناس راهي دايره بارونات هذه راهي دايره فوائد كبيره من التهريب تاع المواد المدعمه واللي راكم باغيين نتوما راكم باغيين تحبسوا الدعم على الشعب الجزائري. هذه المواد المدعمه نتوما اللي راكم تديو فيها كاين حتى اطارات ملا فعلا متورطين مع البارونات هذو تاع التهريب. كاين الناس من كيما الجميعي كيما الجميعي دار الدراهم دار الثروه تاعها مين دارها دارها من المناطق الحدوديه تماك بالتواطؤ مع الضباط تاع الجدرميه كوموندو جروب مو كوشيف سيكتير وهاد الناس هادو. المهم خاوتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم الى اللقاء في مره اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.